نفسي اشتغل مع احمد نادر جلال. طبعا مش هقدر افتكر كل الناس اللي هقدر اشتغل معاهم كمخرجين، لكن يعني اللي جه في بالي دلوقتي هو اللي انا بقوله لحضرتك ده. طب من الفنانين دول المخرجين؟ الفنانين بصي انا لو قلت لك انا اشتغلت مع، احنا عارفين ان تاريخ ده تاريخ، احنا عايزين، انا اشتغلت مع ناس انت مش تتوقعي ان انا اشتغلت معاها. انا اشتغلت مع فريد شوقي، مع شكري سرحان، مع عادل امام، مع لا استاذ عادل امام لا، مع احمد زكي، مع محمود عبد العزيز طبعا، مع مع مع, مع حفظ الالقاب، مع يسرى، مع ميرفت امين، مع صلاح السعداني. يفضل اتنين نفسي اشتغل معاهم، الاستاذ عادل امام نفسي يبقى في تاريخي اني انا اعمل حاجه مع الاستاذ عادل امام، والاستاذ يحيى الفخراني. عايزين نتكلم شويه عن احمد زكي، كان بتربطك علاقه بيه قويه جدا، ضد او مع تقديم سيره ذاتيه يعني ايا كان مين هيقدمها مش اسم معين؟ لا مهم، اصل بصي مسلسلات السير الذاتيه دي حاجه مهمه جدا، لان انا انت لو انت مش هتقري كتاب عن احمد زكي، بس هي ما بتبقاش صادقه زي يعني برضو ما مش بيطلع حياه الفنان، وده ترجع بقى لضمير الكاتب. وهو برضو ما هو الفنان فيه في حياته اسرار وفي حاجات خبايا، صعب جدا ان هو يطلع الاسرار دي، لان هو كده بيشوه الصوره لصوره الفنان، فعشان كده على طول بيتهموا ان السيره الذاتيه بتجمل الفنان بشكل اكتر من الواقع، يعني اي سيره ذاتيه تعمل وبتظلم الفنان لانه بيتحط في مقارنه مع الشخصيه الاصليه. يعني مثلا منى زكي لما عملت سندريلا اتقنت، حتى احمد يعني يمكن الوحيد اللي ما ضربش هو احمد زكي، لان هو طبعا اسطوره ما بتتكررش. فاحنا كنا عارفين انك هتعمل بليغ حمدي قبل كده، فانت بتشوف ان السيره الذاتيه بتظلم الفنان ولا لا؟ انا اعتقد ان هي ما بتظلمش الفنان، واذا كان في حاجات ما ينفعش الواحد يتكلم فيها ما نتكلمش فيها. هو اصل الجمهور مش عايز السيره الذاتيه دي عشان خاطر يعرف ايه الخير والشر في حياه هذا الرجل، هم عايزين يستفيدوا بان هو ازاي وصل للمكانه دي في حياته، يعني رحله صعوده. وممكن اقول ان هي مستوحاه من قصه حياه كذا، مش لازم يعني اجيب السيره الذاتيه بالظبط وكاني بعمل بنقل مذكراته للجمهور. يعني انا ممكن اتناول السيره الذاتيه من غير ما اروح للجانب السيء اللي ممكن يبقى غلط عليا او عيب عليا او حرام عليا ان انا اظهره للناس، بس برضو واجب عليا اني انا في قامات عندنا في مصر الاجيال الجديده مش عارفاها، ما تعرفش عنها حاجه. واحد زي بليغ حمدي ده يعني الناس في ناس دلوقتي ما يعرفوش عنه حاجه. الاجيال الجديده بليغ حمدي بقى له 10 سنين بنتكلم عنه وما اتعملش لغايه دلوقتي. دكتور مجدي احمد علي نفسه يقدم هذا المسلسل، ورحمه الله عليه استاذ محمد الرفاعي كاتب الورق كان نفسه يتقدم الورق.